وبعد سؤال الاسم المعتاد اللي بتسأله كل مرة، وبما أني سورية فكل مرة بقابل ناس جداد لازم يقولوا لي أنت سورية، يعني أكيد ليكي في المطبخ. آه يا جماعة ليا في المطبخ، يعني بتعرفي تعملي فتة؟ أيوة بعمل فتة. وبتعملي مقلوبة؟ أيوة بعمل مقلوبة. وكوبيبة يا جماعة بعمل كل الأكلات السورية. طب ما عندكيش أخت شبهك؟ لا والله ما عنديش. طب بنت عمة، بنت جارتك، أي واحدة تنفع عروسة؟ أصل عندنا بيقولوا يتجوز شامية يعيش عيشة هنية. فضل يطلب مني الطلب ده لغاية ما بقيت أحس نفسي خطبة، فين ما بروح لازم ألاقي عروسة.